يلا يا بسام، بيسان مش سامعك يا قلب. من الأول خالص ما سمعتش حاجة. سكات اس افكات سكات اس افكات اس 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 كات اس سات ركس اس اس سكات اس اس سكات تمام. المرة الجاية إن شاء الله هناخد صوت الإس عشان بيختلف في الآخر. يبقى احنا النهاردة أخدنا في ال diagraphs أو الحاجات اللي هي ال two consonants اللي بيتحطوا ورا بعض، أخدنا ال two ka لما بيتحطوا على بعض الاتنين أو ورا بعض الاتنين equal ka، وأخدنا ال q وال u برضو الاثنين equal كوا، واخدنا ال W وال H. هنا الاثنين اللي خدناها النهاردة هي ال H اللي silent، الوا هي بس اللي بتتقال. اخدنا ال P وال H equal ف، وبفكركم كمان أخدنا الشورت اه، وزي ما قلت لكم هي الاه بتاعتها مضخمة قصيرة علشان لو طولت بقت شبه الأع، ودي النطق الجديد بتاعها، وعندنا النطق القديم اللي هي الأو زي كلمة بوت، ودي هتقابلنا واحنا بنقرأ الاكسبشنز بتاعتها، ولكن هتلاقوها اكسبشنز بسيطة. هبعت لكم حاجات نسمعها، لانه حاسة لما الفاولز كترت او يعني الشورت واللونج كتروا في القراية ابتديتوا تتلخبطوا بينهم، ما تبقوش مركزين ايه هم. فهحاول ابعت مع الجديد حاجات للقديم نراجعها، علشان خاطر طبعا كل لما نسمع ونقول وراهم هنلاقي الموضوع اسهل في القرايه، ما نتلخبطش بينهم كلهم. تمام. تمام اوكي، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. جود باي.